بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 300. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد، يبين الشيخ رحمه الله منهج أهل الحديث ومنهج مخالفيهم من المبتدعة والزنادقة فيقول: فأعلم الناس بالسابقين وأتبعهم لهم هم أهل الحديث وأهل السنة. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس ابن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، أي دلالات على معناه. ولهذا ذكر العلماء أن الرفض أساس الزندقة، وأن أول من ابتدع الرفض كان منافقا زنديقا وهو عبد الله بن سبأ، فإنه إذا قدح في السابقين الأولين فقد قدح في نقل الرسالة أو في فهمها أو في اتباعها. فالرافضة تقدح تارة في علمهم بها وتارة في اتباعهم لها، وتحيل ذلك على أهل البيت وعلى المعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. حتى كان التلمساني مرة مريضا، فدخل عليه شخص ومعه بعض طلبة الحديث، فأخذ يتكلم على قاعدته في الفكر أنه حجاب، وأن الأمر مداره على الكشف وغرضه كشف الوجود المطلق. فقال ذلك الطالب: فما معنى قول أم الدرداء أفضل عمل أبي الدرداء التفكر؟ فتبرم بدخول مثل هذا عليه، وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثم قال: أتدري يا بني ما مثل أبي الدرداء وأمثاله؟ مثلهم مثل أقوام سمعوا كلاما حفظوه لنا حتى نكون نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه، ومثل بريد حمل كتابا من السلطان إلى نائبه. وكذلك ابن سينا وغيره يذكر من التنقص بالصحابة ما ورثه عن أبيه وشيعته القرامطة، حتى تجدهم إذا ذكر في آخر الفلسفة حاجة النوع الإنساني إلى الإمامة عرضوا بقول الرافضة الضلال. لكن أولئك يصرحون من السب بأكثر مما يصرح به هؤلاء. ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية اقتراناً واشتباهاً يجمعهم أمور، منها الطعن في خيار هذه الأمة وفيما عليه أهل السنة والجماعة وفيما استقر من أصول الملة وقواعد الدين، ويدعون باطنا امتازوا به واختصوا به عمن سواهم، ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون، كما رأيت وسمعت من ذلك ما لا يحصى، كما قال الله عن النصارى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقال عن اليهود: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وكذلك المتكلمون المخلطون الذين يكونون تارة مع المسلمين وإن كانوا مبتدعين، وتارة مع الفلاسفة الصابئين، وتارة مع الكفار والمشركين، وتارة يقابلون بين الطوائف وينتظرون لمن تكون الدائرة، وتارة يتحيرون بين الطوائف. وهذه الطائفة الأخيرة، يعني طائفة المتكلمين، قد كثرت في كثير ممن ينتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء وغيرهم، لا سيما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق في أثناء المئة السابعة، وكان كثير
ممن ينتسب إلى الإسلام فيه من النفاق والردة ما أوجب تسليط المشركين وأهل الكتاب على بلاد المسلمين. فتجد أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وفي إفادة الأخبار للعلم، وهذان هما مقدمة الزندقة، ثم يعتمد فيما أقر به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات الظاهرة، وكذلك الإقرار بمعاد الأجسام بعد الاطلاع على التفاسير والأحاديث، يجعل العلم بذلك مستفادا من أمور كثيرة، فلا يعطل تعطيل الفلاسفة الصابئين ولا يقر إقرار الحنفاء العلماء المؤمنين وكذلك الصحابة، وإن كان أي الرازي يقول بعدالتهم فيما نقلوه وبعلمهم في الجملة، لكن يزعم في مواضع أنهم لم يعلموا شبهات الفلاسفة وما خاضوا فيه إذ لم يجد مأثورا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة، وهذا لا يضرهم، إذ العلم بلغات الأمم ليس مما يجب على الرسل وأصحابهم، بل يجب منه ما لا يتم التبليغ إلا به، فالمتوسطون بينهم من التراجمة يعلمون لفظ كل منهما ومعناه، فإن كان المعنيان واحدا كالشمس والقمر، وإلا علموا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق، فينقل لكل منهما مراد صاحبه فالصحابة كانوا يعلمون ما جاء به الرسول وفيما جاء به بيان الحجة على بطلان كفر كل كافر، وبيان ذلك بقياس صحيح أحق وأحسن بيانا من مقاييس أولئك الكفار، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أخبر تعالى أن الكفار لا يأتونه بقياس عقلي لباطلهم إلا جاءه الله بالحق، وجاءه من البيان والدليل وضرب المثل بما هو أحسن تفسيرا وكشفا وإيضاحا للحق من قياسهم. وجميع ما تقوله الصابئة والمتفلسفة وغيرهم من الكفار من حكم أو دليل يندرج فيما علمه الصحابة، والله تعالى قد أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين وضرب الأمثال فيما أرسله به لجميعهم، كما قال تعالى: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، فأخبر أنه ضرب لجميع الناس في هذا القرآن من كل مثل، ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات كالسلاح في المحاربات، فإذا كان عدو المسلمين في تحصنهم وتسلحهم على صفة غير الصفة التي كان عليها فارس والروم، كان جهادهم بحسب ما توجبه الشريعة التي مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع وهو الأصلح في الدنيا والآخرة. ولهذا لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف رماهم بالمنجنيق، وكذلك لما حوصر المسلمون عام الخندق اتخذوا من الخندق ما لم يحتاجوا إليه في غير الحصار، وقيل إن سلمان أشار عليهم بذلك فسلموا ذلك له لأنه طريق إلى فعل ما أمر الله به ورسوله. وبهذا القدر نكتفي في هذه الحلقة، فإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.